إذا هون قبل ما أمحي بس هاي خليني أكمل اللي هون. هذه عندي هلا U of T راح أطرح منها أشياء معينة مظبوط. ناقص 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 زائد U of T هاي راح تعطيني X1 dot مظبوط. X1 dot يتساوي ناقص 4 في X1 هاي X1 مظبوط مضروبة هاي في 4 نحطها هون ناقص 5 في X2 وين X2 هاي ها وهي ناقص هون وآخر إشي ناقص 2 في X3 هل هاي المعادلة صحيحة؟ هاي عندي U of T X1 dot of T بتساوي U of T اللي هي هيها ناقص 4 X1 ناقص 5 X2 ناقص 2 X3 هذا بإمكانك على فكرة تبنيه بالسنجلينج كمان هي طريقة كمان جديدة نتأكد بدل ما أحط ستيت سبيس موديل وأحط فيه A و B و C شو بتقدر مش تقدر تبني هاي بالسنجلينج وتحطه وتتأكد إنه هذا نفس الموديل اللي موجود عندنا. طيب إذا خليني أشيل A من هون هي A طلعناها وبي طلعناها طلع آخر شيء شو بدي أعمل بدي أطلع C وإذا طلعت C رح يطلع معي إيش الأشياء اللي هتروح من هون رح يصير عندي الآن هلأ في فاكتور رح أضرب هذا بفاكتور رح أضرب هذا بفاكتور خليني أكبر السميشن هاي في عندي هلأ سميشن رح تكون هون وفي كمان سميشن رح تيجي هون هاي راح تطلع منها y of t plus plus وهاي راح تصفي y hat of t y hat of t بتساوي plus 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 راح يجيها اشي من هون وراح يجيها اشي من هون اوكي مظبوط ف y of t راح تساوي كانها هاي c المعادلات هذول راح يكونوا c y hat of t شو بتساوي وين المعادله راح تطلع معنا هي من هاي هاي قلنا انها بتساوي x3 فراح اخذ هذا الجزء مع هذول الجزئين اللي هون فعندي y hat of s بتساوي ناقص 7 s square في x3 of s ناقص 9 s في x3 of s وناقص 2 في x3 of s ناخذ الانفرس لابلاس ترانسفورم بصير عندي y hat of t بتساوي x3 لما بتصير x1 فبتصير ناقص 7 x1 of t ناقص 9 x2 of t ناقص 2 x3 of t اذا هي معاملات c مظبوط و c ايش الدايمنشنز تبعتها لازم تكون 1 في 3 راح تكون اه ف c صارت عندنا بتساوي ناقص 7 ناقص 9 ناقص 2 و d احنا اصلا قلنا بتساوي قديش طلعت معنا بالنوت 2 ناقص 7 ناقص 9 ناقص 2 هاي x1 راح اضربها في ناقص 7 ناقص 9 واخر شيء ناقص ودي هيها 2 اوريدي من هون هاي هيك الموديل كامل هذا عملناه بهذا الشكل وطلعناه ب A و B و C و D و A كانت اكتب A مره ثانيه هون A طلعت معنا ناقص 4 ناقص 5 ناقص 2 1 0 0 0 1 0 وبي كانت 1 0 0 هذا الموديل لو دخلناه في الماتلاب او بالسيميلينك حطيت A و E و C و D هو نفس هذا الموديل اللي هون موجود لو عملت له بس هذا موجود في الكنترولابل او هدول الاثنين موجودين في الكنترولابل كانونيكال فور في كمان اوبزرفابل كانونيكال فور ممكن يطلع معنا اشكال ثانيه ممكن يطلع معنا دايجونال كانونيكال فورم اوكي وفي فورمز عدد هائل من الفورمز اللي ممكن يطلع بس هذا الفورم اسمه الكنترولابل كانونيكال اوكي في اسئله على هاي؟